السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروفسوت فيديو دوت القناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة فيجوال ستوديو سي بلس بلس جي أي باستعمال فيجوال ستوديو سي بلس فيجوال ستوديو 2015. إن شاء الله نشرح إزاي إن أنت تأكسس حاجة من الثريد في اليو أي أو تعمل موديفاي لليو أي من الثريد. ديفولت في الثريد يا جماعه اتعلمنا قبل كده ازاي تظهر واجهه جديده بجانب الواجهه القديمه، طبعا ازاي تخلي الاثنين يشتغلوا مع بعض وتتعامل معاهم في نفس الوقت بالثريد. ده طبعا ده تقريبا كانت قبل اللي فاتت تقريبا، عرفنا ازاي نعمل كده او مش فاكر امتى بالظبط. ان شاء الله نشرح ازاي ان انت تعدل في اليو اي دي او تستخدم اليو اي دي في الثريد. ديفولت في الثريد يا جماعه انت ما تقدرش تعدل في اليو اي بتاعتك، طبيعي انت ما تقدرش ان تعدل في اليو اي بتاعتك من في الثريد مختلفه، لان اليو دي اصل اليو اي دي اصلا ثريد، فانت ما تقدرش تعدل في ثريد من ثريد ثانيه. طب ايه الحل؟ الحل ان شاء الله معانا النهارده. دي الواجهه بتاعتنا النهارده دي يا جماعه، دي الواجهه بتاعت الديزاين الاولاني، الديزاين الثاني اساسا بتاعت الواجهه الثانيه. عشان مثلا ايه، احنا هنحدد مثلا التكست بوكس ده اللي احنا هنعدل عليه من يو اي الثانيه اللي هي الواجهه الاولى. دي الواجهه الاولى يا جماعه، ان احنا ايه اللي احنا هنعمله، ان احنا من غير الزر ده هناخد التكست اللي هنا واخد بالك نحطه هنا، واخد بالك هي دي الفكره اللي احنا هنعملها ان شاء الله. من غير الطريقه بتاعت النهارده انت مش هتقدر تعمل كده، وهيرمي لك اكسبشن في الران تايم، يعني مش هيستنى لغايه ما انت يعني هيستنى لغايه ما انت تعمل ديباج، مش هيبقى فيه اي مشاكل، لكن في الران تايم هيقول لك ما ينفعش تاكسس حاجه من اليو اي في اليو اي من ثريد مختلف. اولا نحدد الاداه اللي احنا هنغيرها او نعدل عليها من بتاع ده من يو اي ثانيه او من ثريد ثانيه، نحددها كده. بعد كده نروح تحت في الخصائص، نروح على ديزاين، بعد كده نروح على موديفايرز. موديفايرز دي معناها ان احنا هنعدل عليها بس من ثريد ثانيه، يعني انت متاح لك ان انت تعدل عليها من اي مكان. هي تلقائيا هنا بتبقى برايفت بابليك، بتبقى برايفت اساسا، تخليها بابليك، يعني انت تقدر تعدل عليها من اي مكان في البرنامج بتاعك. نروح على الواجهه بتاعتنا الاولى، نروح على الكود بتاعنا. طبعا احنا بناخد كائن منها من الماي فورم اف 2 جيس نيو ماي فورم. طبعا احنا اتعلمنا قبل كده ازاي ناخد نعمل ثريد فوق اهي، الثريد بتاعتنا اللي هي بتظهر اللي هي من خلال داله الشو ديال دي اي اختصار لشو ديالوج، بتظهر الشو ديالوج هنا. طب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ديليجيت. لو انت فاهم في البرمجه شويه، لو انت عارف سي شارب انت هتفهم يعني ايه ديليجيت. الديليجيت باختصار جدا، الديليجيت هي حاجه بتاشر على حاجه. ركز كده معايا واهدى كده وصف نيتك وصف دماغك كده وركز معايا في الحته دي، الله يكرمك. الديليجيت مشابهه للبوينترز، لكن الفرق بينها وبين البوينترز، يعني انت مثلا لو لما درست في سي بلس بلس اساسيات فهمت ان البوينترز دي حاجه بتاشر على متغير معين. الديليجيت زيها برضو بتأشر، بس بتأشر على داله. بمعنى يعني احنا ايه، في البوينترز انت مثلا مثلا لو انت بتستدعي، لو انت غيرت حاجه في البوينترز المتغير بيتغير. هنا برضو في الديليجيت احنا بنعمل هنا ديليجيت فويند اكس سي اكس سي. طبعا هو بيبقى زي الداله اللي هو بيأشر عليها، لو الداله دي بترجع قيمه انت احنا برضو الديليجيت هنا بتكتب هنا انت. لو بتاخد بارامترز هنا برضو في الديليجيت بتاخد نفس البارامترز، يعني هي مطابقه ليها في كل حاجه للداله اللي هي تأشر عليها. هننزل تحت هنا بعد ما عملنا كائن جديد من نوع ديليجيت، بناخد منه اوبجكت. الاوبجكت ده اسمه اكس اي اكس سي ان. طبعا بنكتب اكس 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 سي ده اللي هو الديليجيت بتاعنا، بناخد منه كائن بنقول جي سي نيو اكس سي اكس سي، بنكتب زيس مشابهه برضو للثريد، بس دي بنكتب هنا الداله اللي احنا نقشر عليها، برضو نفس الحاجه برضو تقريبا في الثريد، في نفس المعطيات بتاعت الثريد. طبعا في الثريد ستارت مالكش دعوه بالحاجات دي دلوقتي، هي كده علامه الريفرنس ماي فورم. طبعا دي اسم الفورم اللي انت فيها، يعني ماي فورم اهي، لو هي ماي فورم واحد فورم بس اللي انت عايزه تكتبه هنا ماي فورم، تكتب علامتين اللي هي النقطتين اللي فوق بعض جنب بعض زيها برضو، وتكتب الداله اللي انت عايز تقشر عليها، الداله دي ترانس. طبعا جوه الداله الترانس دي انت دي الداله اللي انت مثلا ترانس دي هي دي الداله اللي احنا هنبعتها للفورم الثانيه اللي هتنفذها بقى، واخد بالك. هي خلي بالك اليو اي الثانيه هي ملهاش دعوه البتاع ده فيها ايه، ملهاش دعوه الداله دي جواها ايه ولا بتعمل ايه، هي كل اللي هي بتاخدها كانك انت بتاخدها كده كوبي وتحطها في الكود بتاع اليو اي الثانيه عادي. كده احنا عملنا كائن من الديليجيت وبنقشر عليه للترانس. طبعا جوه الترانس ده ايه،
طبعا من الكائن اللي احنا عملناه من الاف 2 ده بنقول اف 2 تكست بوكس 1 تكست بيساوي التكست بوكس الاولاني اللي هو في الواجهه بتاعتنا تكست. طبعا اختلاف الاسماء عادي يعني طالما انت جوه اف 2 طبعا دي مش يعني مش هيحصل مش ما تتلخبطش يعني. طبعا دي الداله اللي بتظهر مالناش دعوه بيها اللي بنعملها في ثريد. ننزل تحت بقى في البوتن بتاعنا في البوتن ده نروح كده هنلاقي هنا اف 2 في داله جواها اسمها انفوك. الانفوك دي بقى هي المسؤوله انها تاخد الديليجيت دي اللي هي بتاشر على داله تحط الداله دي بقى تاخد الداله دي وتحطها في اليو اي بتاعتها. بمعنى يعني احنا هناخد ايه تاخد هي بارامتر اكس سي ان اللي هو الديليجيت بتاخد نوع ديليجيت. للاسف بتاخد ديليجيت لو بتاخد داله كنا هنبسط داله ليها. طبعا هو اصلا ما ينفعش اصلا تدي داله تقريبا يعني مش متذكر قوي ينفع تدي ولا مش موضوع يعني. المهم هنا بتاخد ديليجيت عشان كده احنا بنستخدم الديليجيت. الديليجيت هنا بتاشر على الداله بتاعتنا ترانس اهي والداله دي جواها الحاجات اللي احنا هنعمل لها موديفايرز في اليو اي الثانيه. طبعا تكست بوكس دي احنا عملنا لها موديفاير بالبابليك واخد بالك. هنقول هنا اف 2 انفوك واخد بالك علامه البوينترز دي ونبصلها الديليجيت اللي هي بتاشر على الداله. تعال كده نعمل ران استنى كده شويه واخد بالك هنا الاثنين شغالين زي بعض مفيش اي مشاكل. تعالى مثلا نكتب ايه هنا بروف سوفت بروف سوفت دوسنا هنا زي ما انت شايف يا جماعه نقل التكست برده زي ما هو عايز هنا. طبعا ممكن تستخدم الطريقه دي مش يعني الطريقه دي بتاعت الديليجيت دي مش في بس اليو اي ويو اي 2 يعني مش في 2 يو اي لا ممكن تكون على نفس الواجهه بس انت من بس انت بتعمل كذا ثريد يعني انت طبيعي مثلا ايه لو احتجت مثلا في الواجهه بتاعتك ان انت تعمل ثريد واخد بالك. طبعا انت مش هتقدر تاكسس اي حاجه في اليو اي غير لما انت تتعامل مع البتاع ده مع الديليجيت فانت من خلال الداله اللي انت استخدمها برده نفس الحكايه برده نفس الحكايه مفيش اي مشاكل. يا ريت يكون الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبك دوس لايك لو ما عجبكش حط اللايك ولا انا ما عجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. لو في اي حاجه عن اي استفسار عن اي حاجه معلش الدرس ده هو سهل بس مش مفهوم قوي. لو انت مش فاهم اي حاجه في الموضوع ده يا ريت تقول لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك باذن الله. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسيت بس اقول لكم حاجه معلومه مهمه جدا ان انت تقدر انت تاشر على داله من خلال الداله دي انت بتستدعي داله ثانيه. بمعنى يعني انت مثلا من خلال الداله دي اللي هي ترانس لو هي بتستدعي داله ثانيه والداله الثانيه دي هي اللي بتعدل برضو في بتعدل في اليو اي الثانيه هتتبعت زي ما هي مفيش اي مشاكل. يلا سلام بقى.